من أقدم أنواع الغذاء اللي اكتشفها الإنسان، القمح يعتبر من أهم العناصر الغذائية بحياتنا. بحلقة المكونات الخاصة لهذا الأسبوع، شيف حيعرفنا على وصفات عديدة غنية بالقمح. هاي شيف، هاي ملك، كيفك اليوم؟ نشكر الله. شو محضرنا يا شيف؟ اليوم الحلقة من Special Ingredients كل أسبوع عن القمح اللي هو أصلاً تقريباً عندك حضارات ما بتعيش بلا قمح، يعني القمح أساس الأكل تبعون. مزبوط. نعمل الخبز، نعمل الجاتويات، نعمل منه باستا، شو ما بدك، يعني عدي إذا بدك تعدي المواد اللي بتنعمل من القمح ففي كتير. ما رح نخلص. ما رح نخلص. لذلك اليوم أنا رح أعمل حلقة عن القمح، خصيصة لأنه هو كمان تقريباً سوبر فود. حنعمل اليوم سلطة بالقمح الكامل، هذا قمح مسلوق. حنعمل بغل بتفين اللي هو طبق يعني من بلاد الشام، بنعمل مع دجاج وحمص والاخره. فحنبلش اول شيء نحضر طبق البغل بتفين لانه بده ينسلق دجاج شوي. أوكي. وبنفس الوقت بكون معهم عم نعمل السلطة جنبه. اوكي، اول شيء حناخذ الدجاج. مش هيدا اللي من يومين عملتها يا شيف؟ انا هيك عم بعملها اليوم لتعلمني. مزبوط، بطريقه غير مباشره. غير مباشره، هيدي رطشه يعني ما عرفت تعملي بغل بتفين. شو بدنا نعمل؟ هنعمل اول شيء نقطع دجاج. هلا انت اكيد بكون سلقت الدجاج لحال. مزبوط، بتكون ضيعت وقتك على الفاضي. كيف يعني بكون سلقت الدجاج؟ انا بعمل دغري طبخه، بسلق الدجاج بالمي اللي بدي احط فيها البغل. اوكي، ما في، ما بشيل مثلا الزفره اللي بتطلع من الدجاج؟ لا لا، هلا حنشيلها كلها، حنعملها هلا طبخه مثل ما هي. بس اول شيء ححمر الدجاج شوي انا، فبشيل الزفره. شفت كيف خطير يا شيف؟ فحنبلش اول شيء، اول شيء حنبلش كمان تقطيع البصل، بعدين اول شيء. اوكي يلا، حناخذ بصلين جوانح. بحب البصل الجوانح. اي اكثر بلاد تعتبر بيستهلكوا القمح يا شيف؟ كل البحر الابيض المتوسط. هلا هو اصل الاساس من افريقيا، بلش شمال افريقيا اللي كمان عنده حدود مع البحر الابيض المتوسط. الرومان نقلوه على كل العالم. بس ما في اليوم بلد بالعالم ما بيستعمل قمح، حتى صاروا يعني مثل اليابان والصين اللي كان ما كانوا بس رز. على طول بعرز، بيعتمدوا بالنظام الغذائي على الرز. صار في عندهم شيء اسمه قمح يستعملوه. اكيد من ورا شو بيقولوا الاشخاص من ورا راحوا لهونيك عملوا اكتشافات، نقلوا معهم الحضارات، اخذوا معهم القمح. فالقمح موجود تقريبا بكل الحضارات. في كثير بلدان مثل ما قلت لك، لانه في كثير مكونات تعمل من الطحين، تعمل من القمح. واهم الطحين اللي هو مستعمل فيها بكل شيء. بس على طول بننصح انه ناخذ قد ما فينا الحبه الكامله مشان الصحه. أوكي. لانه بنفس الوقت الحبه الكامله ما بنخسر كل الفيتامين، ما ننسى عالي كثير بالكالسيوم، عالي كثير بالفيتامينز والمينرالز اللازمه للجسم. بس بنفس الوقت كثير بتساعد على الشبع اول شيء، على فلذلك بس بكون شبعانين منيح بنخسر وزن، خاصه عند الستات بيقولوا. كيف يعني مثلا؟ بيساعدهم على خساره الوزن القمح الحبه الكامله، لانه بخليهم يحسوا بشبع. ايه